الحمد لله يظهر لي اليوم ما عندنا حتى خيار، مش كان يوسف وزيك الجروب كامل، يظهر لي اليوم المباراة هذه اللي باش تخلينا نخدموا في التراب مرتاحين رغم الكلام واللي سمعناه وسبونا ونقدونا. نحن قابلين كل شيء على خاطر نحن عارفين رواحنا شنية، عارفين لي كاليتي نتاع لي جوار نتاعنا شنية، ستاف تكنيك قاعد يخدم. يظهر لي مش في 3 شهور ولا في 4 شهور باش نجموا نبنيو جروب اللي يلعب مع بعضه، يمكن شهرين ولا 3 شهور ما خدمش مع بعضه برشا باش نبنيو جروب بالسهل، يلزم شويه وقت. اليوم يظهر لي اداء ونتيجه، يظهر لي الولاد الكل ما قصروش الحمد لله يا ربي. اليوم عملنا مباراه كبيره ان شاء الله نبنيو عليها ان شاء الله.